واصلت قوات مباسل عملياتها ضد اوكار الارهابيين في بابهود وحي القصور واوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم كما قضت على افراد عصابه ارهابيه حاولت الفرار من بلده الأقصر باتجاه الحسينيه واوقعتهم بين قتيل ومصاب. وفي قريه الدوسريه بريف القصير رصدت كاميرا الاخبار اثار اجرام العصابات الارهابيه التي عبدت الطرقات بالمتفجرات. كان الطريق الى قريه الدوسريه معبدا بالعبوات الناسفه. التي زرعها المسلحون في الشوارع وبين البساتين لينفجر بعض منها وليترك مشهدا يختزل كل حقدهم واجرامهم الاسود هجروا الاهالي من بيوتهم وحرقوا اشجارهم وحرموهم من خيرات ارضهم لهذا العام طالوا محطه تصفيه المياه تاركين بصمات اجرامهم هناك وصلنا إلى محطة تصفية المياه في قرية الدوسرية بريف القصير، هذه المحطة تقوم بتنقية المياه القادمة من محطة نبع التنور وتنقيتها وتصفيتها لتغذي محافظتي حمص وحماه، هذه المحطة كانت تحت سيطرة المسلحين والآن أصبحت تحت سيطرة الجيش العربي السوري. سواتر ترابية وعبوات ناسفة، زرعها المسلحون على أنابيب الكلور في المحطة، حتى أكياس السماد المخصصة للمحطة. استخدموها لأعمالهم الإجرامية ليصنعوا مشهد الحرق والدمار بدل الخضرة والجمال لقد عاثوا فسادا في المكان ليرسموا ملامحهم الشيطانية خرابا ودمار لكنهم سيذهبون إلى مزابل التاريخ بهمة جيشنا المغوار من قرية الدوسرية بريف القصير لأخبار التلفزيون إيمان إبراهيم قرية الغسان